البداية مهران اليوم من التظاهرات في لبنان التي تشغل الرأي العام هناك لليوم الخامس على التوالي. لكن بعيدا عن المطالبات والغضب وأيضا المشاحنات التي قد تحدث هنا أو هناك، أجمع المتابعون على أن لهذه التظاهرات جانبا، هذا الجانب هو جانب طريف لم تشهده ساحات التظاهر سواء في لبنان. البداية من طرابلس، حيث تحولت إحدى التظاهرات هناك إلى ما يشبه الحفل الموسيقي بعد أن ظهر دي جي على شرفة أحد المباني القريبة من الناس وقام ببث أغنيات تفاعل معها المتظاهرون، فلنشاهد. جميل هذا الطابع السلمي للمظاهرات وأيضا حب الحياة اللي رأيناه خلالها. صحيح. من